سلام لكم متابعينا الكرام، يا رب تكونوا بخير وسلام. النهارده ان شاء الله معاكم موديل الابناء اللي شايفينه قدامكم بناء على طلب احد المتابعات. اتمنى الفيديو ينال اعجابكم واتمنى لكم مشاهده ممتعه. كميه القماش اللي هتكون عندي من 3 ل 3 متر وربع، يكون عرض يعني. هجيب القماش بالطريقه دي، طبعا هو هيكون مطبق بالشكل ده، عرضه 75 وهو مطبق. هاخد طول الادناء زائد 25 سنتي طول. هنا عندي طول الادناء انا هاخده مثلا 80 سنتي وهضيف له 25 سنتي، يعني هيكون 105 او 110 سنتي. الطول على حسب رغبتك، كل ما عايزاه يكون اطول هتحتاج قماش اكتر. هاخد في حدود 6 سنتي المرن. ده كده مقدار الامام، انا اخدته 80 سم زائد 25 سم، طبعا الطول على حسب رغبتكم، يعني ممكن لو عايزه اطول من كده هتجيبلكم كميه قماش اكبر من كده وهتطولي براحتك. العرض ده عرض القماش كله. هشغل من هنا، وده مقدار المرد 6 سم. هشغل 6 سم طول و 6 سم عرض، لان انا بشتغل في الامام. ده ورانا الرقبة، هيكون 6 سم طول و 6 سم عرض. ممكن اعمل لكم القماش كده علشان عندي عرض الظهر 18 سم. انا عندي الموديل زي ما شايفين واسع كله فوق وتحت، فهعمل عرض الظهر في حدود 20 سم او 21 سم، يعني في كل مقاسات هزود فيها واخلي فضفاض. ميل الكتف 2 سم. طول حردة الابط هعملها 24 سنتي او 25. لو عندي دوران الصدر 25 هضيف له 5 كمان وهخليه 30 سنتي. عندي الطول 80 سنتي. هاجي من نقطة دوران الإبط والنقطة دي وهوصلهم ببعض بالشكل ده، بعدين النقطة دي هوصلها بالدوران بالطريقة دي لحد ما اوصل لطول الإدناء. هعمل تعديل في دوران الرقبة، خليه واسع علشان ينفع يتلبس بسهولة. هنزل في حدود 3-4 سنتي بالشكل ده في الطول و 2 سنتي في العرض، وهعمله بدوران بالطريقة دي علشان يتلبس بسهولة. بعدين هجيب الامام وهجيب القماش بالشكل ده، هجيب القماش الفه بالطريقه دي وهجيب الامام. الخلف طبعا هيكون مطبق على مقفول، وهشيل 6 سم المرد. طبعا الزيادة دي اللي انا هعمل منها الكم. دوران الرقبة طبعا مش هيكون زي الامام بالطريقة دي واسعة لتحت، لا هيكون في حدود 2 سم او 3 سم بس في الطول. ده اللي هيفرق معايا الامام عن الخلف هو المرد. كده اكون قصيت الامام والخلف. الزياده دي زي ما قلت لكم هعمل منها الكم. هطبق القماش بالشكل ده على 4
عندي عرض لكم 22 سنتي، هاخد في حدود 10 سنتي مقدار راس الكم او 12 سنتي. برضو الكم عايزاه واسع مش عايزاه يكون ضيق، واخدهم دوران بالطريقة دي. اسورة الكم هتكون 17 سنتي او 18. لو هتركبي اسورة وهتعملي كسرات هتزودي اكتر، انا هزود اكتر علشان اعمل اسورة. كده هكون قصيت الكم من فوق في المرد او في دوران الرقبة. اما هتعملي بيه او هتعملي بطانة او هتعملي كولا، يعني اعملي الحاجة اللي هتريحك، بس انا افضل اعمل بطانة علشان لما يتلبس فوقيها الحجاب تكون مريحة اكتر. فلو عايزين يعني على حسب ذوقكم، انا هنا هعمل بطانة. ده كده الخلف. هخيط فيه البطانة، طبعا هخيط البطانة على العدلة. الكم برضه هشطبه، هو خياطته مفيهاش اي تفاصيل كتيرة يعني. والمرد برضه هطبق بالشكل ده 2 سنتي و2 سنتي، وهخيطهم وهخيط البطانة وهخيطه وهرجع اشوف شكله في النهاية. ده المرد بعد ما خيطته، هجيب البطانة واحطها بالشكل ده. الواحد سنت زيادة ده هطبقه لجوه بالطريقة دي، وبعدين اخيط البطانة. بعد ما خيطها هعمل تفتيح للخياطات. بعد ما هخيط هعمل تفتيح للخياطات بالشكل ده، وبعد ما اعمل تفتيح هعمل البطانة بالطريقة دي وهعمل عليها خياطة تثبيت. وبعد ما ثبت الخياطة بالشكل ده هجيب المرد، هجيب البطانة وهتنيها بالطريقة دي وهثبت المرد والبطانة بالشكل ده. بعد ما هركب البطانة في الأمام بالطريقة دي هركب هجيب الخلف وهكون مركبة فيه بطانة الخلف. هجيب الأكتاف وهركبها بالشكل ده بحيث ان الكتف الامام يكون على الكتف الخلف وبطانة الخلف تكون عليهم بالطريقة دي. ده شكل الابنة بعد ما تشطب. ده شكل المرد وده شكل البطانة. طبعا البطانة لو هتثبتها ثبتها بابرة وخيط، زي ما قلت لكم ينفع تركبوا فيها كولا او بيه يعني على حسب ذوقكم. ده برضو شكل المثلث ينفع تغيروا فيه، ينفع تصغروا او تكبروا فيه. وده شكل الكم، وده كان الفيديو بتاع النهارده. اتمنى ان يكون نال اعجابكم، واتمنى تكون طريقة سهله وكون قدرت اوصل لكم المعلومه بسهوله.